يعود بعد هذه المحاولة هدف التعادل من وطرة. ثاني محاولة للشبيبة يأتي منها الهدف في الأول وتعديل النتيجة من وطرة بتسديدة قوية باغتت الحارس بوحفاية زكريا وتستقر في الزاوية الصعبة. وطرة يتلقى التهاني من زملائه بهذه التسديدة وهذه التسويبة القوية المباغتة باغتت الحارس بوحفاية واستقرت في المرمى والهدف وهدف التعادل لشبيبة القبائل. تمريرة ناحية وطرة كان لوحده. كنت أقول وأكرر أن وطرة يفضل المساحات لما يكون وحده أمام المساحة الكافية. روض الكرة كما ينبغي ثم سدد باليمنى وباغت الحارس بوحلفاية وعدل النتيجة وشبيبة